طيب سريعا يا استاذ حسن، تشكيله بتروجيت النهارده اللي بيختارها الكابتن حسن شحاته يمكن فيها تغييره واحده بس، ناصر ماهر بره محمد رمضان ومحمد رمضان عظيم، تغييره واحده وهو واضح انه بيثبت دايما التشكيل وعنده مجموعه لعيبه كويسه، ورغم خسارته من الاهلي انما كان عمل ماتش صلب قدام الاهلي يعني صمت شويه قدام الفريق. اختار عامل خمسة أو ست لعيبة، أربع تغييرات أربعة، عامر مكان أمير وصالح مكان محمد طارق وشهاب، ولو أن شهاب لعب جزء من الماتش اللي فات مكان محمد أبو شعيشع وسعيد سعيد وسعيد أوكا وسعيد أوكا وسعيد أوكا مكان فادي نجاح، فيبقى خمسة، وسعيد أوكا مكان فادي نجاح، تمام مظبوط فادي نجاح، خمس تغييرات. بتعملوا شقاوة في الاستوديو والله. أنت قلت دقيقتين، ما عندناش غير دقيقتين، خلصوا الدقيقتين خلصوا الدقيقتين طيب احنا أحلى أسبي، اتفضل اتفضل يا كابتن. لا لا ما فيش، لا طبعا هو بص يعني لا هو طبعا واضح ان في ثبات في التشكيل بالنسبه للكابتن حسن، عنده فرقه كويسه، ولكن هو مشكلته النهايه عنده مش موجوده لانه عنده برده بعض الاصابات. شكرا ربنا يخليك يا حسن. على الناحيه الثانيه طبعا يمكن كابتن مختار لسه بيشوف الفرقه، يعني هو برده ما بقالوش فتره طويله، هو عنده كان لعب الماتش اللي فات قدام اسوان وتعادل وده ثاني ماتش له بالظبط، فلسه طبعا هو بيشوف الفرقه وده ممكن يبقى التغيير ده ممكن يبقى سلبي شويه على فريق الانتاج، انما اتمنى نشوف مباراه كويسه ان شاء الله. كابتن خالد، ظروف الكابتن مختار ظروف الكابتن مختار صعبه جدا، الاخير دايما بياخد نص دقيقه. لا ولا ما انا مش عايز اتكلم خالص. انت جميل يا كابتن بيبو والله، اتفضل. كابتن مختار عنده مشاكل كتير جدا كمان، ان هو عنده 22 نقطه واصلا بيكسب ونص التعديل بيكسب، الامور بقت صعبه جدا بالنسبه له، لو خساره النهارده هيلاقي نفسه دخل في الدوامه بتاعه الهبوط، فامور صعبه جدا. عشان كده كابتن مختار لجأ النهارده ان اهم حاجه ان انا ما اخسرش، عارف بتروجيت جاي من هزيمه من النادي الاهلي، كابتن حسن شحاته بدا ب 4 2 3 1 الماتش اللي وراه راح مغير ب 4 3 2 1 وثبت عليها، بيغير في افراد بطريقه لعب واحده ثابته عشان مش عايز هو كمان يتغلب، لان بالنسبه لهم هما الاثنين امور صعبه جدا، بس الكابتن مختار ظروفه اصعب بكتير يعني. الجيم هيبقى مفتوح ولا مقفول؟ لا مقفول مقفول مقفول. هنشوف اهداف؟ انا متهيألي ان هو الشوط الاولاني هيمر كده في قلق وفي الفرقتين مش عايزين يخسروا. اهداف يا كابتن احمد هنشوف؟ والله مش عارف يعني، يعني الماتشات دي بتبقى شويه ما تقدرش تحدد، انما نتمنى نشوف مباراه مفتوحه ونشوف جيم كويس، الفرقتين عندهم مجموعه لعبه كويسه. استاذ حسن نفس السؤال. يعني ممكن اول الماتش يبقى مقفول يبقى فيه اهداف كتير. دي اجابه بس مش متوقعه. اشكركم يا كابتن، شكرا جزيلا. هنروح لفاصل، وبعد الفاصل هكون مع حضراتكم كابتن رامي بهجت معلق المتميز، نستمتع معاه ونستمتع مع حضراتكم باذن الله بهذا اللقاء، شوط اول ممتع باذن الله بين بتروجيت والانتاج الحربي.